بيتكون الأوربت نتيجة اتصال كل من الفرونتال والإسفنويد والإسمويد، ودول طبعا من عظام الكرينيوم. ومن عظام الوجه بيشارك كل من اللاكريمال والمجزيلاري والبلاتين والزيجوماتيك. كل أوربت بيحتوي على روف اللي هو سقف، وفلور اللي هو القاع، وجدار داخلي ميديال وول، وجدار خارجي لاترال وول، واخيرا الابكس اللي هي قمة الاوربت او الجزء الخلفي من الاوربت. سقف الاوربت بيتكون من الاوربيتال بليت اوف فرونتال بون والليزر وينج اوف سفنويد بون، وعلى السطح الامامي الخارجي من السقف بيتواجد فصة او حفرة اسمها لاكريمال فصة، الحفرة الدمعية. دي الحفرة اللي بيتواجد فيها اللاكريمال جلاند اللي هي الغدة الدمعية. الجدار الداخلي للأوربت بيكون رفيع جدا، وبيتكون من جزء من الفرونتال بروسيس اوف ذا ماكزيلا واللاكريمال بون والاسمويد بون والبادي اوف اسفنويد بون. وبيتواجد على السطح الامامي من الجدار الداخلي قناة صغيرة اسمها لاكريمال جروف، بتحتوي على اللاكريمال ساك اللي هو الكيس الدمعي. وبالنسبة لقاع الأوربت بيتكون من المجزيلا والزيجوما والبلاتين بونز. والجدار الخارجي بيتكون من الجريتر وينج اوف سفنويد بون والزيجوما. نيجي بعد كده للجزء الأخير من الأوربت وهو البوستيريور بارت أو ما يسمى إيبكس. بيتكون الإيبكس بشكل رئيسي من الأوبتيك كانال أو كانال أو ما تسمى أوبتيك فوريمن، والسوبيريور أوربيتال فيشر والإنفيريور أوربيتال فيشر. الأوبتيك كانال والسوبيريور والإنفيريور أوربيتال فيشر بتسمح بدخول وخروج تراكيب مختلفة زي الأوعية الدموية والعضلات والأعصاب اللي بتوصل ما بين الأوربت والميدل كرينيال فوسة. الأوبتيك كانال بتتواجد بزاوية 37 درجة مع السيجيتال بلين، والحدود الداخلية للأوبتيك كانال هي البادي أوف سفنويد بون، وسقف الأوبتيك كانال هو الليزر وينج. أما بالنسبة للحدود السفلية والخارجية للأوربت فبتتكون من الأوبتيك سترات أوف سفنويد بون. بيمر من خلال الأوبتيك كانال كل من الأوفسالميك أرتري والأوبتيك نيرف. السوبيريور أوربيتال فيشر عبارة عن فجوة مثلثة الشكل موجودة بين الجريتر والليزر وينج سفنويد بون، بتسمح بمرور كل من العصب الدماغي الثالث أوكيولوميتر نيرف والعصب الدماغي الرابع تروكليار نيرف وأحد فروع العصب الدماغي الخامس وهو الأوفسالميك برانش أوف ذا تريجيمينال نيرف والعصب الدماغي السادس اللي هو أبديوسنس نيرف. وأيضا بيمر من السوبيريور أوربيتال فيشر الأوفسالميك فينز. نيجي بعد كده للإنفيريور أوربيتال فيشر واللي بيفصل ما بين الإنفيريور واللاترال وولز أوف ذا أوربيت. بيمر من الإنفيريور أوربيتال فيشر أحد فروع العصب الدماغي الخامس وهو المجزيلاري برانش أوف ذا تريجيمينال نيرف. الشفة الداخلية للإنفيريور أوربيتال فيشر بتحتوي على قناة صغيرة اسمها إنفرا أوربيتال جروف، بتمر خلال قاع الأوربت وبتصبح قناة اسمها إنفرا أوربيتال كانال، بتفتح في النهاية على السطح الأمامي للمجزلة. فبنلاحظ وجود فجوة صغيرة اسمها إنفرا أوربيتال فوريمن.